سمعنا أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش صادق على تسمية عدد من الشوارع والأزقة بمقاطعة جليز بتسميات غريبة كل الغرابة على تاريخ وهوية المغرب ومراكش. فمن كيجيبوا بعض الأسماء التي لا نعرفها، يعني من أسماء اللي ربما عندها شي تاريخ أسود، يعني في التطرف ولا في الإرهاب ولا في شيء آخر. يعني هذا الشيء خطير جدا. على ما المغاربة ما عندهمش تاريخهم، ما عندهمش الوطنيين ديالهم، بوستة مثلا أو المهدي بن بركة ولا الفاسي ولا الزرقتوني ولا محمد بن عبد الله ولا يعني بالعربي العلوي. على هادو ماشي علماء ديالنا، ماشي وطنيين، ماشي كي خصنا نمجدو يعني بحال هاد الناس نسميو عليهم هاد الشوارع. لقطو حنا بعض الاسماء اللي غير معروفه، يعني باش نعطيو داك الطابع ديال الظلاميه لهاد المدينه، هاد المدينه المنفتحه على العالم، يعني مدينه عالميه نفتخر بها ونعتز بها، وعندها تاريخها وتراثها وعندها رجالاتها ونسائها. هادو اللي كيخصنا نمشيو نقلبوا عليهم، هادو اللي خصنا نمجدوهم، وكيخصنا يعني نخلدوا التاريخ ديالهم في هذا الوطن. لذلك انا كمسؤول حزبي استنكر هذا التصرف الارعن، يعني من طرف بعض المسؤولين انهم يعطوا اسماء يعني غريبه كل الغرابه على هويه المدينه، هويه شعبنا، عقيده شعبنا والمقدسات ديال شعبنا وتاريخ المجيد ديال شعبنا. الاشكال اللي بغينا نهضروا عليه الاخوان هو المشكل ديال هاد الاسماء اللي تعطوا في شوارع جيليز، هنا يعني بمقاطعه جيليز لبعض الشوارع، ربما هذا خطا فادح. هذا تنسمعوا شي اسماء اللي هي خارجه على نطاق المغرب وعلى نطاق الثقافه ديالنا حنا والعادات ديالنا. حنا تنعرفوا ان الناس فرنسا خرجت وخلت اسماء مغربيه في الزناقي، بعد الزناقي في المدينه وهنا بعد الزناقي في جيليز. علاش نغيروا الاسماء باسماء باهته ولو نقولوا كاع حنا هذه الاسماء هذه مذكوره؟ ولكن تعطيوا الحق للناس اللي يستحقوا، بحال من بحال سي عبد الجبار الوزير مثال، سي عبد الجبار الوزير الله يرحمه، سي بوستة الله يرحمه، سي بزاف بزاف ديال الناس اللي خصكم تعطيوا الاسماء ديالهم في الشوارع هنا في مراكش اللي حنا تنفتخروا بهم كسكينه مراكش. علاش هذا التغيير هذا؟ حنا ما عرفناش دابا. حنا تنطالبوا ان هذه المساله هذه وهذه الاسماء هذه تعاود فيهم النظر من طرف المجلس ديال مراكش، فهو راه كاين خطا تم. اعطيوا اسماء ديال الناس اللي عطاو للمدينه، الناس اللي عطاو للمدينه في الفن، في الرياضه، في المسرح، في جميع المسائل، حتى في الداخليه. اعطيوا الاسماء ديال الناس اللي تستحق مراكش، والاسماء ديالها هي اللي بغيناهم حنا يتحطوا هنا. وتنطالبوا ان شاء الله انه يكون هذا التدخل من سعاده الوالي بالنسبه لهذه المساله هذه وتحيدوا هذه الاسماء هذو، فهم راه كي غادي نقول لا يليقوا بشوارع جيليز ربما على ما تيبان لي انا. وتحيه للاخوان ديالي على الزنقه 20، وشكرا على الاستضافه من ابو مصعب، تحيه طيبه لكم.